أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. لا يمكن تفسير المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية في شمال سوريا والشمال الشرقي منها الليلة الماضية إلا بوصفها نموذجا عن وجهة الصراع الأمريكي الإيراني في المرحلة المقبلة وأحد أشكال التعبير عن الموقف الأمريكي حيال الاتفاق الإيراني السعودي الأخير برعاية صينية. وقد يكون ما كشفه مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لإحدى الفضائيات العربية بأن قوات الولايات المتحدة في المنطقة في حالة تأهب قصوى للتعامل مع نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار خير دليل على ردة واشنطن إزاء نجاح بكين وطهران باستقطاب الرياض إلى صلب دينامية جيوسياسية شرقية ستظهر تجلياتها تباعا في المرحلة المقبلة على حساب الحضور الأمريكي الأحادي السابق في المنطقة. فهل يشكل استهداف القاعدة الأمريكية المولجة حماية أحد أهم الحقول النفطية السورية وهو حقل العمر والرد الأمريكي السريع باستهداف إحدى قواعد الحرس الثوري في دير الزور إذانا بدخول المنطقة جولة جديدة من التصعيد؟ وقد كان لافتا تزامن استدعاء إسرائيل لطياريها الاحتياط للالتحاق بقواعدهم غير أن هؤلاء رفضوا الأوامر احتجاجا على سياسة نتنياهو. لبنانيا من العبث السؤال كيف سيتعاطى لبنان مع احتمال التصعيد في المحيط، لكن من المهم البحث في الرسائل الصامتة التي حملتها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف لعدة دول في المنطقة وآخرها لبنان اليوم غداة التقارب الإيراني السعودي وبالتزامن مع استنفار جيوش بلادها في الشرق الأوسط. وفي لبنان تتوالى مظاهر انحلال قطاعات الدولة والانتظام العام، فبعد فشل السلطة في ترتيب إخراج لائق لقرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي كما جرت العادة منذ العام 98 وتسببها بخلق مادة سجال جديدة تضاف إلى المشهد السياسي المأزوم، انشغل البلد بالمواجهات التي اندلعت بين جمعية صرخة المودعين وقوى الأمن أمام مصرف لبنان وعدد من المصارف ومقار بعض أصحابها، وما زاد الطين بلة إعلان متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجون أنهم سيتوقفون عن تسليم الطعام للسجون بدءا من الرابع من نيسان المقبل، الأمر الذي ينذر بأزمة جديدة تضاف إلى السجون اللبنانية التي يصفها البعض أصلا بالقنبلة الموقوتة. إذن جمعية صرخة المودعين نفذت اعتصاما أمام مصرف لبنان رفضا لتعاميم مصرف لبنان الظالمة للمودعين. نفذت جمعية صرخة المودعين اعتصاما أمام مصرف لبنان رفضا لتعميم مصرف لبنان الظالمة للمودعين، كما وعمد بعضهم إلى إطلاق المفرقعات باتجاه المركزي وتم إشعال الإطارات أمام مدخل مصرف لبنان وسط انتشار سحب من الدخان الأسود. وقد حاول البعض اقتحام مصرف سوسيتي جنرال المحاذي للمصرف المركزي عبر خلع الأبواب الحديدية وإضرام النار أمامها. العسكري له حق يطالب بحقه، بس من وين؟ من وين عم يعطوا مصاري لموظفين القطاع العام؟ كلامي راح يزعل ناس كتير. من وين عم يعطوا مصاري للنواب؟ من أموالنا. من وين عم يعطوا مصاري بس عمهل شوي؟ من وين عم يعطوا مصاري للوزراء؟ من وين عم يعطوا مصاري لكل البلد؟ كل البلد عايش على حساب المودعين أو ما تبقى من مصاري المودعين. أنا مش عم أقول ما تبقى لأنه مصرياتنا بعدها موجودة أتليس مع أصحاب البنوكي بالأسدس تبعهم ممتلكاتهم خارج البلد وداخل البلد ومع السياسيين. إحنا موجودين هون من وجعنا، من وجع أولادنا وصرخة أولادنا. اليوم نحن المودعين منهوب أموالنا بقرار من السياسي ومن حاكم مصرف لبنان. كله بعده سلمة 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 وعم نقدم مطالب وعم نحكي العالم كله، ما دقينا بالعالم كله بالجمعيات، شو بدي أقول لك، بالنواب، بكل، ما حدا هيئته لح يعمل شيء. بالآخر بصير في دم، في ناس بالآخر بدها تجوع وبدو يصير في دم، هيك بدهم، ما بعرف. استشفائيا عاجلا أم آجلا سنكون أمام استحقاق الدولرة للأدوية، فكيف سينعكس هذا الأمر على المواطن والصيدلي؟
مطالبات عدة بدولارة سعر الأدوية أسوة بباقي القطاعات، فالدواء يحدد سعره من قبل وزارة الصحة التي هي بدورها تقرر هامش الربح عند الصيدلي، وبالتالي الدولارة في هذا القطاع لن تؤدي إلى التلاعب بالسعر مثل باقي القطاعات. نحن كصيادلة نحن بنوازي أي قطاع آخر مثل السوبر ماركت ومثل المحروقات، أما نحن أقرب للمحروقات، والسبب أنه الوزارة بتحدد أرباح والوزارة بتحدد سقف للأرباح. نحن بننتظر الوزارة حسب مادة 80 من قانون مزاولة الصيدلة، الوزير أو الوزارة بتحدد سعر. أصبح اليوم إذا دولارنا سعر الدواء ترجع هي ذاتها للمواطن، والسبب مش مثل لأنه نحن مثل السوبر ماركت، ومش مزبوط إذا دولارنا القطاع الدواء بيغلى الدواء، لأنه مثل ما ذكرت بالسوبر ماركت ما حدا بيسعرنا، أما نحن التسعيرة تبعولنا من قبل وزارة الصحة. أصبح إذا دولارنا بنكون ريحنا القطاع. إذا بدك تسأليني كيف، نتيجة عدم الدولارة صار عندنا مشاكل، وبسبب وهذا المشاكل نحن طبعا أحد أهم الأسباب هو تدهور سعر الليرة. وأوضح دكتور خنجيان أن المستورد يعطي الدواء للصيدلي ويأخذ فاتورته بعد أيام عدة، وبالتالي فإن التبدل الحاصل بسعر الصرف يوميا يؤدي إلى خسارة الصيدلي والمستورد على حد سواء. صار في عجز عند المستورد وعبء عند الصيدلي، وكرمال هيك لا المستورد مستعد أنه يخسر ولا حتى الصيدلي. كيف؟ لأنه بالسيستام تبع التوزيع الدواء بيجي المستورد او الموزع بيعطينا الدواء وبيقبض ثمن الفاتوره بعد كم يوم، ولكن لما نحن يسعرنا يسلم لنا اياها بسعر معين ويرجع لما يقبض بيعلى سعر الدواء او سعر الصرف، هون بيكون خسر. ونفس الشيء الصيدلي، لما صيدلي اليوم يبيع على سعر معين وبده يرجع يشتري الدواء بسعر اغلى، سو هون بيكون هو حط مصاري من جيبته، عمل خسائر. سو هيدا القطاع هيك ما بيقدر يستمر، لانه كتير صعب على الكل، واذا نحن استمرينا هيك الصيدلي بده يعلن افلاسه ويقعد بالبيت. عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة المالية أن الوزير يوسف خليل رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مسودة مشروعي المرسومين التي أعدتها وزارة المالية، ويتضمن الأول تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي، ويعطى وفق سعر منصة صيرفة للدولار الأمريكي، لاحظا تدابير بشأن معاشات المتقاعدين، والثاني يتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بلترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهريا، على أن تعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين المقبل لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه. وكان الخليل قد أعطى يوم أمس موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبي عددا من مطالب عمال وموظفي أوجيرو لعرض المشروع أيضا في جلسة الاثنين لمجلس الوزراء بحسب الوزارة. في التحركات لفجالة على عدد من المرجعيات السياسية وتأكيد على أنه لا يمكن أن يستمر الوضع في لبنان على ما هو عليه لمدة طويلة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، ويجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حل في أسرع وقت ممكن. استقبل الرئيس نبيه بري مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والوفد المرافق في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي، واستمر اللقاء قرابة الساعة، وتم في خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد استقبل ليف في كليمانسو، ترافقها السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي، وفي حضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب راجي السعد، وكان عرض مجمل الأوضاع والتطورات السياسية. بدوره استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في حضور السفيرة دوروثي شي والوفد المرافق أيضا، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان وما يجري في المنطقة من تحولات، ولا سيما انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني والصراع اليمني والأزمة السورية. ومساء استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليف ترافقها السفيرة الأمريكية في لبنان، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات الثنائية ونتائج جولة السيدة ليف على عدد من دول المنطقة، هذا وقد استبقى الرئيس ميقاتي الوفد الأمريكي إلى مائدة الإفطار.
استغرب رئيس القوات سمير جعجع قرار الحكومة بعدم اتباع التقليد المتبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في أذار من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة معتمدا في معظم دول العالم، ولفت إلى أن هذا التدبير الذي اتخذته الحكومة سيعرقل الكثير من الأعمال خصوصا على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية التي لها علاقة مع الشركات اللبنانية والأسواق وسواها من القطاعات، وأن الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الأوان، أي قبل مساء الغد، وقبل أن تضع الكثير من قطاع الأعمال في لبنان أمام مصاعب إضافية جمة. غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على تويتر قائلة: بعد مرور 3 سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، لا يزال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد. الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. لقد باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية. شراكة بين وزارة الإعلام واليونيسف وكفى لتعزيز حقوق الطفل. وزير الإعلام زياد مكاري يؤكد أن حماية الطفل مسؤولية الجميع. نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة كفا لقاء مع المؤسسات الإعلامية حول كيفية حماية الأطفال والمراهقين في وسائل الإعلام بهدف حماية مصالحهم الفضلة وتعزيز الممارسات الجيدة ومناصرة قضايا الطفل على مختلف المستويات. وزير الإعلام زياد المكاري دعا الإعلام إلى المساعدة على تطبيق المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل من أجل ضمان مصلحته الفضلة. وسائل الإعلام هي الجهة القادرة على نشر التوعية حول ضرورة حماية الأطفال بطريقة تقيهم الأذى والإساءة، وهي شريك أساسي في حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم من خلال الإضاءة على معاناتهم وهمومهم وتعرضهم للعنف والإساءة والحرمان من دون انتهاك خصوصياتهم أو المس بمشاعرهم. من هنا أتت فكرة هذا اللقاء بالتعاون مع اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة ومنظمة كفا لتأكيد التعاون فيما بيننا من خلال بذل جهود مشتركة للإضاءة على قضايا الطفل في الإعلام بمسؤولية عالية، واضعين مصلحته الفضلى فوق كل اعتبار. ممثل اليونيسف في لبنان إدوار بكبدار لفت إلى أن عمليات الإبلاغ عن حالات الأطفال والشباب تواجه تحديات عديدة خصوصا في الأماكن التي يتعرض فيها الأطفال لمخاطر جمة. Vous êtes ici dans cette pièce tous des champions des droits de l'homme. الإعلاميون هم أبطال الدفاع عن حقوق الإنسان، ودورهم مهم للغاية في تعزيز التغييرات الإيجابية في المفاهيم والأعراف والمواقف والسلوكيات الاجتماعية المختلفة. وكانت كلمات لممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ريتا كرم ومديرة منظمة كفا زويا روحانا ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وفرح حمود من برنامج حماية الطفل في اليونيسف وماريا سمعان من منظمة كفا، شددوا فيها على أهمية حماية الطفل في الإعلام. وقد وقع الإعلاميون في ختام الاجتماع تعهدا أكدوا فيه الالتزام بالمحافظة على المصلحة الفضلى للأطفال في سياق التداول الإعلامي. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض الأوضاع العامة والتطورات مع السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، وفي عين التيني أيضا عرض الرئيس نبيه بري العلاقات الثنائية مع السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو. أوضاع الجامعة اللبنانية حضرت اليوم في السراي الحكومي. بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعين عقدهما في السراي اليوم مطالب أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، وفي هذا الإطار اجتمع مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران الذي شدد على ضرورة المحافظة على الجامعة اللبنانية. وبدوره قال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية دكتور أنطوان شربل أنه تم إطلاع الرئيس ميقاتي على كافة أوضاع الجامعة، وكان هناك تمن على كافة المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم للحفاظ على هذا الصرح الوطني والأكاديمي، وتم التطرق إلى موضوع الرواتب والنقل وصندوق التعاضد الذي يغطي الأساتذة والمتقاعدين ومطالب الجامعة المزمنة. حكينا شوي بما يتعلق بآلية دعم الأستاذ الجامعي والموظف الجامعة اللبنانية وتأمين الدعم المطلوب لصندوق التعاضد، إضافة ل
صيانة وتشغيل المجمعات والتأمين الأموال اللازمة على الموضوع قبل ما نواجه المشاكل. واجتمع رئيس الحكومة في حضور رئيس الجامعة اللبنانية ورئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر مع وفد من لجنة الموظفين في الجامعة، وقد تحدث الأسمر بعد اللقاء. رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الاقتصاد أمين سلام الذي أكد على تكثيف الجولات الرقابية لأن السوق يفرض علينا واقعا يحتاج إلى ضبط، وسنتابع العمل ليس في هذه الفترة فقط إنما هناك مرحلة انتقالية عليها على أمل أن يلتزم جميع التجار بضبط الأسعار. نتمنى أيضا على التجار إنه يرحموا هالناس وما يعولوا بس على موضوع البوليس والحرامي نحن وياهم، لأنه في عندهم حساب كمان أمام ربهم. وأنا اليوم وصلتني معلومات أنه في واتصلوا في بعض الأشخاص أنه في دول أوروبية ودول أمريكانية ودول أجنبية اليوم بالمتاجر عاملة أفراط للمسلمين اللي عم بيصوموا بشهر رمضان وعم توطيلهم الأسعار. يعني من المعيب نحن انه اليوم دول اجنبيه بيوصلنا اخبار انه عم تعمل افراط وعم توطي اسعار على المنتجات الرمضانيه اللي بيستعملوها المسلمين حول العالم، ونحن هون بدنا نقعد نركض ورا التجار لانه هن بدهم يغلوا على العالم. الرئيس ميقاتي كان اجتمع مع وزير العدل أنري خوري ومن ثم مع وزير الصحه فراس الابيض. التقى وزير الدفاع في حكومة تصنيف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزي قائد الجيش العماد جوزيف عون، وطلع منه على أوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني في البلاد، وتناول اللقاء شؤون المؤسسة العسكرية لا سيما ما يتعلق منها بأحوال العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات الشهداء المادية وما يمكن القيام به لتحسين أوضاعهم في هذه الظروف الصعبة التي تفرض عليهم أعباء وتحديات مادية يومية. وتم التطرق إلى ما تحققه يوميا وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الاستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة، وكان توافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الاستقرار ومكافحة العصابات الإجرامية. أعلن الجيش عبر حسابه على تويتر أنه أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز حربت البقاع تابع للجيش اللبناني لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم، فرد العناصر بالمثل ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وتوقيف عدد من الأشخاص المذكورين. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات جوية مساء الخميس في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع إيران تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود أمريكيين. وأعلنت الوزارة عن كل من الهجوم على الجنود الأمريكيين والرد على الهجوم في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وأضافت أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 فجرا. وقال الجيش إن تقييم المخابرات الأمريكية كشف أن الطائرة المسيرة الهجومية إيرانية الأصل، والأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات المضطربة بالفعل بين واشنطن وطهران. أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عشرات من طياري الاحتياط في سلاح الجو أبلغوا قادتهم بوقف التدريبات والامتناع عن الالتحاق بقواعدهم العسكرية، مشيرة إلى أن عشرات من طياري الاحتياط بسلاح الجو يعلنون توقفهم عن تقديم تقارير لوحداتهم، موضحة أن خطوة طياري الاحتياط التوقف عن تقديم التقارير جاءت بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعديل القضائي. الرئيس الأوكراني يحض أوروبا على تعزيز إمدادات الأسلحة الحديثة والتعجيل بإرسالها. أعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف في مقابلة أن القوات الروسية قد تزحف إلى كييف أو لفيف في أوكرانيا، ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن ميدفيديف قوله لا يمكن استبعاد شيء، إذا أردتم الذهاب إلى كييف فأنكم في حاجة للذهاب إلى كييف، وإذا أردتم الذهاب إلى لفيف فعليكم الذهاب إلى لفيف من أجل تدمير تلك العدوى. هذا وعقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بخصوص الأمن الغذائي العالمي والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. تأتي مشاركة غوتيريز في قمة الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تمديد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وعارضت رئيسة وزراء إستونيا أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا، وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة عبر دائرة تلفزيونية، وناشد أوروبا بتسريع وتكثيف إمداد الأسلحة بما في ذلك صواريخ طويلة المدى والطائرات الحديثة وفرض عقوبات إضافية
على روسيا أو المخاطرة باستمرار الحرب. وأضاف: إذا ترددت أوروبا فسوف يتاح للشر الوقت لإعادة تجميع الصفوف وأعداد نفسه لأعوام من الحرب. وعارضت الولايات المتحدة مطالبة روسيا بتخفيف العقوبات الغربية قبل أن تسمح موسكو باستمرار صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود إلى ما بعد منتصف أيار، قائلة إنه لا توجد قيود على المنتجات الزراعية أو الأسمدة الروسية. ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة.